إذا معنا مولى علوان رئيسة جمعية ديال محاربة السرطان بمدينة المحمدية. اليوم جيتو ديروا دعوة قضائية بمحكمة المحمدية حول ما تعرض له من إساءة لأصحاب السرطان. شنو في حوالي الدعوة؟ السلام عليكم. شكرا بعد الجهوية بريس اللي مواكبة من نهار صراحة وخرج ذاك الفيديو وهما يا مواكبين معنا. شكرا لكاع الصحافة اللي تفاعلوا مع ذاك الفيديو وجاوا وساندونا. اليوم احنا البارح صراحة كنا غنديروا الشكاية، مي سي دريس كان ما مساليش، كان عنده شي شغل، حتى انا كان عندي شي شغل. اليوم ان شاء الله جينا باش نحطوا الشكاية ديالنا ضد واحد ثلاثة الأشخاص اللي نزار ونادى حسي والأم ديالها. ما نساوش الأم ديالها حيت كانت كتضحك على مرضى السرطان، حيت الأم أنا أم وهي أم، ولكن الأمهات كيختلفوا. أنا حاشا لا نسمي هذيك تكون أم ومربية بنتها ومربية ولدها. اليوم انا والسي دريس جينا باش نحطوا كي قلنا الشكايه، بغينا القضاء هو اللي يصفنا وياخذ لنا حقنا، بغينا حقنا من هاد الناس لانهم تشاو واحد الناس اللي هما ديجا المورال ديالهم طيح، ديجا هما ماشي ما الناس كانوا كيتسناو الدعم النفسي هادو طيح. وي هاد الناس حنا كنخدموا معاهم على الدعم النفسي بعدا خالي وعلى السرطان الحقيقي اللي مازال ما هضرناش عليه. هاد الناس حنا كنخدموا معاهم الدعم النفسي، يجي وحده تلوح لك فيديو كيضحكوا مع راساتهم ومدخلين 10 المليون على ضحك، كيضحكوا على السرطان ومدخلين 15 10 المليون، علاش؟ حيت ضحكوا على مرضى السرطان. هذه ما نبغيهاش تكون في البلاد ولا تكون في المغرب ولا تكون، مادام حنا معنا سيدنا الله ينصره ومادام عندنا الامن ديالنا سي الحموشي، هذا الشيء ما خصوش يكون في البلاد. وكنتمنى ان القضاء ينصفنا وياخذ لنا حقنا. الفيديو خلى واحد ردود افعال قويه في المغرب كامل، وبزاف ديال الناس كيستنكروا هذا الفعل هذا. انتم كجمعيه اليوم غتديروا دعوه قضائيه بهاد الاشخاص هادو، شنو بغيتوا توصلوا الرساله للشعب المغربي؟ صراحه انا بغيت نوصل واحد الرساله، ان هاد الناس كيضحكوا علينا، كيضحكوا لنا بولادنا، يعني ولادنا تا هما ولاو باغيين تا هما يشوفوا بحال هاد الشيء. راه ماشي كاين غير ندى حسي، راه كاينين ملايين اللي غير كيضحكوا على المغاربه وبخير. تيفيق حتى جوج النهار حتى ثلاثه النهار بخير، مدخل الفلوس مع راساتو ديال لادسنس ومدخل ديال الاشارات. والغريب في الامر كي قلنا انا والسي دريس ان الناس كيعيطوا عليهم الاشارات، هذه كارثه. كيف ما كان السي دريس داك النهار عيطوا على واحد المريضه ديال السرطان وندعموها ونماكيو ليها ونقادو ليها ونصيبو ونبينوها وندير هي وندخل وندير هي الاشهار. علاش نجيبو وحده ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش تجلس، ما كتعرفش ما عندها حتى مستوى حتى مستوى ثقافي ما عندهاش. يعني صراحة هاد الشيء كيحز في النفس، وحنا ضرنا كمرضى وكنتمنى ان شاء الله القضاء ياخذ لنا حقنا. حنا اليوم كجينا كناشدوا المغاربه كاملين سواء في المغرب ولا خارج المغرب، وصراحه نتضامنوا معنا وعيطوا قالوا لك حنا معاك، اي بغيتي نسينيو معاكم، بغيتي نجيو نحضروا معاكم مرحبا. كنقول لهم انهم يسينياليو هاد لي كونت هادو، ماشي كيما قلت لكم ماشي غير هي، كاينين بزاف ولكن بالاخص هي اللي ضحكت علينا حنا كمرضى سرطان. خصها تسينيالا هاد القناه، خصها تمشي في حالها. يعني حنا الدعم ولا بغينا نتفرجوا محتوى نقيين، تفرجوا في محتوى نقي، كاينين مغربيات اللي الصراحه دايرين محتوى نقي، تفرجوا فيهم وشجعوهم. والغريب في الامر السي دريس انهم كيصيفطوا لهم فلوس من برا، كيمولوهم من برا والدعم من برا. حنا بغينا نعرف عندهم دعم خارجي. حنا بغينا هاد الناس اليوم بغينا حتى المحاسبه، اشنو كيديروا هاد الناس باش كتاخذوا هاد الاموال؟ بغيت نعرف فيما كتعرفوا ان مرضى السرطان ما عندهمش حتى ترونسبور باش يمشيو يركبوا يمشيو يديروا الدواء ديالهم، كيصوروا فلوس وهذوك ما كيخلصوا لا ضرائب لا حتى حاجه وكيصوروا الفلوس. كل غير كانوا كيعاونوا نقولوا بعدا مساكن راه كيدخلوا في الاعمال الاجتماعيه، مي ما كيديروا والو، فلوسهم كيخسرهم في المخدرات وفي العرى وفي يا ربي تسمح لي انا ما ضحكت على حتى واحد، حتى انا عندي وليداتي، ولكن باش تقيس مرضى السرطان انا لا اسمح بذلك. كنقولها ونعاود نقولها، اقسم بالله
وما خدات ما تخداش لنا حقنا حنا ديال مرضى السرطان، والله حتى نجي هنا ونشعل في راسي العافيه، اقسم بالله كنقولها من منبر ديال جهويه بريس، ما غاديش نتنازع على حقي، ما غنتنازلش عليه لا انا لا المرضى اللي معايا. شكرا. نقول معنا دريس فوريس حقوقي امس واليوم ثلاث شكايات وحنا في السيناء وحدا في المحكمه. مازال نوصل معكم حتى ل 100 ازيد. شباب ندى حسي وهيام وكاع دوك الناس اللي كيضحكوا علينا في اليوتيوب، كلمه اليوم غديروا شكايه حول هذا الموضوع. شكرا جهوية بريس، شكرا متتبعي جهوية بريس، شكرا الأخت منى، شكرا لجميع شرفاء المغاربة، شكرا للقنوات اللي مواكبة معنا ومتبعة معنا بحرقة حتى هما، ما خلى كاين اللي خلى شي حوايج أخرى ما بغاش يمشي ليها، علاش؟ لأن هذا الأمر هذا كيهمو، كنشكروهم بزاف. الشكر موصول كذلك لجهاز القضاء في الدار البيضاء اللي رحب بينا البارح ووقف معنا وقفة ديال الشراكة، قالك حنا شركاء ديالكم، سير سيدي خدم، دير الشكاية ديالك حنا غنفعلوها، وفعلا اليوم كان الناتج ديالها اليوم في الصباح. تبارك الله على السي طارق، راك انت حاضر معايا وشفتي على أن فعلا الناس ديال المحكمة الابتدائية اللي هما قضاة ونواب وكلاء والسيد وكيل الملك تفاعلوا معنا، وبالفعل راهم فعلوا الشكاية، وكان الحمد لله ونشكروا على أن جهاز القضاء عندنا حنا جهاز نزيه كيعطينا الصوره الطيبه الصوره الجميله للعدل والميزان الحقيقي في المملكه المغربيه. الشكر كذلك موصول لجميع الاجهزه ديال القضاء في المملكه المغربيه. كنشكروا السيد رئيس النيابه العامه اللي هو السي حسن الداكي، كنشكروا لجميع السلطات القائمه على هذه المشاكل هذه اللي حنا كنعيشوها، سواء من جائحه او لا حتى من هذه الجائحه الجديده اللي تصابنا بها ديال اليوتيوب. غير مؤخرا خرجت هذه المسمات ندى حسي ونزار السبتي وفي واحد الفيديو يشمئز له القلب، ما يقبلوا حتى واحد، كيضحكوا على مرضى السرطان، كيعيروا بعضياتهم بمرضى السرطان. سيري شوفي وجهك كيداير بحال هذوك اللي مراضين بالسرطان، سيري شوفي قرعه ما عندهاش الشعر ديرها بيريك بحال مرضى السرطان. كنقول لهم بزاف عليكم مرضى السرطان، راه كنقول لكم هذوك الناس ابتلاهم الله باش يغفر لهم ما تقدم وما تاخر من ذنب، راه ابتلاهم الله باش يقولوا الحمد لله. شوف انتم اللي ابتلاكم الله بالعهر، ابتلاكم الله بالعري، ابتلاكم الله بالمخدرات بجميع اصناف المخدرات وبالابتزاز وبالنصب. حنا حاليا راحنا في صدد باش نحطوا الشكايه في المحكمه الابتدائيه بالمحمديه، نتمنوا على ان يكون واحد التفاعل ويكون واحد المسانده كما ساندونا الناس ديال الدار البيضاء، يساندونا حتى الناس ديالنا في المحمديه، كما ساندونا الناس ديال 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 ورزازات قنيطره مكناس فاس جميع المناطق المغربيه ساندونا، كنشكرهم بزاف.